إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل بقرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها، من صار على نهجهما كان كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما كان كالليل إذا يغشاها، فصلوات ربي وسلام عليه. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، سائلا ربي عز وجل أن يتحقق فينا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. دراسة متن الشاطبية أو شرح متن الشاطبية هو دراسة للقراءات، والقراءات هي متعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، إذن فنحن نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى، فعسى أن يتحقق فينا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. بداية الأبدات اليوم هو من قول الناظم رحمه الله من البيت رقم 20: جزى الله بالخيرات عنا أئمة. فأقرأ عليكم الأبيات أولا ثم أشرح بعد القراءة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالأسناد عنه تنقلا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليسهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا، أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء،
صريح وباقيهم أحاط به الولاء، لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى به متمحلا. وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. رحم الله الإمام الشاطبي على هذا المتن المبارك حرز الأمان وجه التهاني في القراءات السبع. أما عن الشرح، قال الناظم رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. يعني هو يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجزي عنا خيرا كل من نقل إلينا القرآن من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي السنة أن إذا قدم لك أحد من الناس معروفا فعليك أن تدعو له، أن تقول له جزاك الله خيرا. فإذا قلت ذلك فقد بالغت في الإيه؟ في المكافأة. طيب، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. قال الناظم رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة. يعني الناظم الإمام الشاطبي رحمه الله هو يسأل ربه تبارك وتعالى أن يجزي عنا خيرا كل من نقل إلينا القرآن من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم نقلوه إلينا بكل دقة وأمان، فلم يزيدوا فيه حرفا ولم ينقصوا منه كلمة، وكان نقلهم للقرآن صافيا عذبا خالصا من كل شائبة. فمنهم بدور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا. يعني من بين الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال، من بين الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال هم يشبهون البدور لغاية شهرتهم وكمال علمهم وعلو شأنهم. بلغوا سماء المعالي والشرف، أضاءوا بعلمهم العقول. لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. يعني هو يقول إن لتلك البذور شهبا، أي كواكب أخذت نورها من تلك البذور فنورت سواد الدجى، أي أماطت ظلمة الجهل عن العقول حتى انقشع ظلام الجهل وحل نور العلم مكان الجهل. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. يعني يقول رحمه الله: سوف ترى هؤلاء البذور السبعة، يقصد القراء في هذه القصيدة، ويقصد بهم الأئمة السبعة المذكورين في هذا المتن المبارك واحد بعد واحد، متمثلا مع اثنين من رواة. يعني كل قارئ له اثنين من الرواة كما سيأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. يعني يقول: اختار نقاد العلماء المميزون اولئك الائمة السبعة من بين ناقلي القرآن، لانهم كانوا بارعين متفوقين على اقرانهم في العلم، ولم يجعلوا القرآن سببا في التكسب به. لم يجعلوا القرآن سببا في التكسب به. فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. هنا ذكر الناظم رحمه الله أول البذور السبعة والأئمة السبعة، هو الإمام نافع ابن عبد الرحمن الليثي، ووصفه بأنه كريم السر في طيبه، لأنه كان إذا تكلم
يشم من فيه رائحة المسك. كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فلما سئل عن ذلك قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في المنام، يعني رأى رؤيا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيه، ولذلك كان يشم لفمه رائحة المسك. وقد اختار الإمام نافع المدينة المنورة منزلا ومقاما له حتى توفي بها سنة 67 و100 من الهجرة النبوية، عن 99 عاما ما شاء الله، يعني وصل إلى هذا العمر 99 عام. أما راوياه الأول أبو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون لجودة قراءته، كانوا بيسموه قالون ليه؟ قالون لجودة قراءته. وفاته توفي بالمدينة المنورة سنة 500 للهجرة، عن 85 سنة، عن 85 سنة. الثاني، الراوي الثاني للإمام نافع، هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري. أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري هو الملقب بورش، الملقب بإيه؟ بورش، لشدة بياضه، يعني كان لونه أبيض شديد البياض، فكان يلقب بورش. وفاته توفي بمصر سنة 97 و100 للهجرة النبوية، عن 87 سنة، 87 سنة. وقد حاز كل من قالون وورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه، بصحبته المجد الرفيع تأسلة، يعني حاز كل من قالون وورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه. لأن إذا رزقك الله تبارك وتعالى بمصاحبة أهل القرآن أو بمصاحبة شيخ من شيوخ القراءات فقد فزت بإذن الله تبارك وتعالى، وقد يعني وفقك الله تبارك وتعالى بأن تلتقي مع أحد أئمة أهل القرآن، لأنه يساعدك ويعلمك ويكون بالنسبة لك يعني كالأب أو كخوف الوالد على ولدي، كخوف الأب على ابني، وهكذا. قال رحمه الله: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. ده بقى الإمام رقم كام يا جماعة؟ الإمام الثاني أو البدر الثاني، وهو عبد الله بن كثير، عبد الله بن كثير الداري المكنى بأبي معبد. كانت مكة المكرمة مقامه في حياته ومثواه بعد مماته. توفي بها سنة 20 و100 للهجرة النبوية، عن 75 سنة، 75 سنة. وغالب القوم أي القراء السبعة اعتلاء وشرفا لإقامته بأشرف البقاع، لإقامته بأشرف البقاع على الإطلاق. توفي رحمه الله سنة 20 و100 الهجرة، عن 75 سنة رحمه الله. أما روياه، الراوي الأول هو أبو الحسن أحمد بن محمد البزي، نسبة لأبي جد جدي. لماذا لقب البزي أو البزة الشدة؟ توفي بمكة سنة 55 و200 الهجرة، عن 85 سنة. الراوي الثاني هو أبو عمر أو أبو عمرو محمد ابن عبد الرحمن المخزومي الملقب بقنبل، نسبة للقنابلة، يعني بيت في مكة. توفي بمكة عام 91 و200 الهجرة، عن 76 عاما. وقد قرأ البزي على عكرمة على القسط، وقرأ قنبل على القواس، على وهب على القسط، وقرأ القسط على شبل ومعروف، وقرأ كلاهما على ابن كثير. فيتضح من ذلك أن البازي وقنبل لم يلتقيا بابن كثير مباشرة، ولم يأخذا عنه مباشرة، بل
روي عنه بواسطة. ولذلك قال الناظم رحمه الله على سند، على سند، يعني كلاهما روى ايه على سند وليس مباشر. الامام الثالث قال الناظم رحمه الله: واما الامام المازني صريحهم ابو عمرو البصري فوالده العلا افاض على يحيى اليزيدي سيبه فاصبح بالعذب الفرات معللا، ابو عمر الدوري وصالحهم ابو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. ثلاث ابيات للامام الثالث، الامام البزي، الامام المنسوب الى بني مازن هو ابو عمرو البصري، واسمه اسمه زبان ابن العلاء ابن عمار المازني. وفاته توفي بالكوفة سنة 55 و100 للهجرة او قبلها او بعدها، عن 88 سنة، 88 سنة. افاض ابو عمرو علمه الغزير على يحيى بن المبارك اليزيدي، فاصبح يحيى بهذا العلم ريانا. روي ابي عمرو هما الدوري والسوسي، الاول هو ابو عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي او البغدادي، توفي سنة 46 و200 للهجرة، عن 94 سنة، 94 سنة. هو أول من جمع القراءات، قيل أنه هو أول من جمع القراءات، أبو عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي، توفي سنة 46 و200 للهجرة النبوية، عن 94 سنة، وهو أول من جمع القراءات. الراوي الثاني هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي، توفي عام 61 و200 للهجرة النبوية، وأخذ كل من الدوري والسوسي القراءة عن يحيى اليزيدي الذي قرأ على أبي عمرو البصري. الإمام الرابع قال الناظم رحمه الله: وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. ده بقى الإمام الرابع اسمه إيه؟ هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الذي اختار دمشق الشام مقاما له. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محلل، وطاب للناس الحلول فيها من أجل الأخذ عنه والقراءة عليه. ووفاته رحمه الله توفي ابن عامر بالشام سنة 18 و100 للهجرة، عن 99 عاما، 99 سنة ما شاء الله. الراوي الأول هو أبو الوليد هشام بن عمار ابن نصير، توفي بدمشق سنة 46 و200 للهجرة النبوية، عن 92 عاما. الراوي الثاني هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن زكوان، توفي بدمشق أو بالكوفة سنة 42 و200 للهجرة، عن 69 عاما، 69 سنة، 69 عام. وقد نقل كل من هشام وابن زكوان قراءة ابن عامر بواسطة سند بينهما وبينه، فقرأ هشام على عراك المري، وقرأ ابن ذكوان على أيوب التميمي، وقرأ عراك وأيوب على يحيى الزماري، وقرأ الزماري على ابن عامر. قال الناظم رحمه الله: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، هنا يذكر الناظم رحمه الله أن ثلاثة من القراء السبعة عاشوا بالكوفة المنيرة المشهورة، ونشروا علمهم فيها،
فامتلأت عطرا بسبب علم هؤلاء الأئمة. فأما أبو بكر وعاصم اسمه، وهذا هو الإمام الخامس، هو أبو بكر عاصم ابن أبي النجود الأسدي، توفي بالكوفة سنة 28 و100 للهجرة النبوية، وقيل قبلها أو بعدها. الراوي الأول هو أبو بكر شعبة المشهور بابن عياش، وقد سبق إخوانه في الفضل والأدب، توفي بالكوفة سنة 93 و100 للهجرة النبوية، عن 99 سنة. 99 سنة. الراوي الثاني الإمام عاصم الإمام الخامس هو أبو عمر حفص بن سليمان الكوفي، الذي كان مرجحا على أبي بكر شعبة بضبط قراءة عاصم، وقرأ كل من حفص وشعبة على عاصم مباشرة. توفي حفص بالكوفة سنة 80 و100 للهجرة، عن 90 سنة. والإمام حفص طبعا الراوي حفص ده هذا اللي هو قراءته مشهورة في الإيه، في العالم الإسلامي إلى الآن، والكثير يحفظ القرآن بقراءته. قال رحمه الله مبينا الإمام السادس: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. ده بقى الإمام السادس، هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي. ما أزكاه من متقن متورع إماما مقتدى به في عصره، صبورا على الطاعة وعن المعصية، وهكذا يكون المسلم صبورا على الطاعة وعن المعصية، مرتلا للقرآن. توفي سنة 56 و100 للهجرة، عن 76 سنة. 76 سنة. روياه الراوي الأول للإمام حمزة الإمام السادس أو أبو محمد خلف ابن هشام البزار، توفي ببغداد سنة 29 و200 للهجرة النبوية. الراوي الثاني هو أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي، توفي سنة 20 و200 للهجرة النبوية، وقرأ كل من خلف وخلاد على سليم ابن عيسى، وقرأ سليم على حمزة. الإمام السابع قال الإمام الشاطبي مبينا إياه: وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تثربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولا. ده بقى الإمام السابع، اسمه أبو الحسن علي بن حمزة النحوي، نعت بالكسائي. ليه؟ لأنه أحرم في كساء. توفي سنة 89 و100 للهجرة النبوية، عن 70 عاما، بقرية اسمها ايه، رنبوية. روياه الراوي الأول هو أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي، توفي ببغداد سنة 40 و200 للهجرة النبوية. توفي ببغداد سنة 40 و200 للهجرة النبوية. الراوي الثاني هو أبو عمر حفص بن عمر الدوري، الذي تقدم ذكره راويا عن أبي عمرو البصري، لأنه روى عن أبي عمرو وعن الكسائي، فإذا ذكرت روايته عن أبي عمرو يقال له دوري أبي عمرو، وإذا ذكرت روايته عن الكسائي يقال له إيه، دوري الكسائي. طيب، مما تقدم ذكره بالنسبة للأئمة ورواتهم، نجد أن الرواة على 3 مراتب. اكتب الكلام ده مهم جدا. يبقى الرواة الأئمة والرواة على كم مرتبة؟ الأئمة والرواة على كم مرتبة؟ على 3 مراتب. المرتبة الأولى، رواة أخذوا عن مشايخ مباشرة بدون واسطة، وهم قالون وورش عن نافع. ثانيا، شعبة وحفص عن عاصم. ثالثا، أبو الحارث وحفص الدوري عن الكسائي. طيب، المرتبة الثانية، رواة أخذوا القراءة بواسطة
بواسطة سند واحد بينهم وبين مشايخهم، منهم أولا الدوري والسوسي عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو البصري، ثانيا خالف وخلاد عن سليمة عن حمزة. المرتبة الثالثة رواة بينهم وبين مشايخهم أكثر من راو، وهم أولا البزي وكمبل، بينهما وبين شيخهما ابن كثير أكثر من راو، ثانيا هشام وابن زكوان، بينهما وبين شيخهما ابن عامر أكثر من راو. يبقى إذن يتضح لنا أن الأئمة ورواتهم على كم مرتبة؟ الرواة على ثلاث مراتب. الرواة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى جماعة رووا، جماعة من الرواة أخذوا عن مشايخ مباشرة بدون واسطة، اللي هما مين؟ كارون ورشة عن نافع، شعبة وحفص عن عاصم، أبو الحارس وحفص الدور عن كساء. طيب المرتبة الثانية جماعة من الرواة اللي هما أخذوا القراءة بواسطة سند واحد بينهم وبين مشايخ، منهم الدوري والسوسي عن يحيى اليزيدي عن ابي عمرو البصري، ثانيا خالد وخالف وخلاد عن سليمة عن حمز. المرتبة الثالثة الرواة بينهم وبين مشايخهم اكثر من راوي، وهم البزي وقنبل عن ابن كثير، وهشام وابن زكوان عن ابن عامر اكثر من راوي. تمام، الكلام ده مهم جدا ولابد ايه ان يعلم وان يعرف وان يحفظ ان شاء الله. قال الناظم رحمه الله: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. يعني يوضح الناظم رحمه الله أن أبا عمرو المزني وابن عامر اليحصبي من صميم العرب الخلص وباقي القراء السبعة أحاط بهم ولاء العجم لكونهم ولدوا في بلادهم. قال رحمه الله: لهم طرق يهدى بها كل تارق، ولا تارق يخشى به متمحلا. يعني ايه؟ يقول ان لاولئك الرواة في روايتهم عن مشايخهم طرق تضاف للاخذين عنهم، ومن ذلك نجد ان هناك ثلاث مسميات. ايه الثلاث مسميات؟ ايه هما الثلاث مسميات؟ عندنا في قراءة وفي رواية وفي طريق. رواية وطريق، رواية وقراءة ورواية وطريق. القراءة هي ايه؟ هي ما ينسب الى الائمة، فتقول مثلا قراءة نافع او قراءة ابن كثير او هكذا، مينفعش ما تقول قراءة حفص او قراءة الدوري او قراءة خلف او قراءة خلاد. يبقى بنقول ايه؟ اولا ثلاث مسميات عندنا: قراءة هي ما ينسب الى الائمة، نقول قراءة نافع، قراءة ابن كثير وهكذا. ثانيا رواية، وهي ما ينسب إلى الرواة، فنقول رواية قالون أو رواية البزي وهكذا. أوعى تقول رواية نافع أو رواية عاصم، ما ينفعش. يبقى رواية هي ما ينسب إلى الرواة، فتكون رواية قالون، رواية البزي وهكذا. ثالثا طريق، الطريق وهو ما ينسب إلى راوي، الراوي ده بقى في من طريق طيبة النشر، هناك الطرق كثير، هي ما ينسب إلى راوي الراوي، فتقول طريق أبي نشيط وطريق الأزرق، وليس بهذه الطرق من مدلس محتال يخشى منه أو يخاف منه ومن تدليسه، بل كلهم ثقات. وقد ذكر الشيخ الضباع في كتاب إرشاد المريد طرق الرواة ال14 على النحو التالي: قالون، الراوي الأول وقالون من طريق مين؟ طريق أبي نشيط. ورش من طريق يوسف الأزرق. احيانا ياتي من يطلب القراءه ويقول اريد ان اقرا من طريق الاصبهاني او من طريق الازرق. طريق الازرق يبقى طريق الشاطبي، الاصبهاني يبقى من الطيبه، طيبه النشر. ورش يبقى من طريق الازرق. البزي طريق ابي ربيعه. كمبل طريق ابن مجاهد. الدوري عن ابي عمرو طريق ابي الزهراء. السوسي طريق موسى بن جرير. هشام طريق الحلواني. ابن زكوان طريق هارون الاخفش. شعبه طريق يحيى بن آدم. حفص طريق عبيد بن الصباح. خلف طريق إدريس الحداد. خلاد طريق محمد بن شاذان. الليث طريق محمد بن يحيى. دور الكسائي طريق جعفر بن محمد النصيبي. قال الناظم رحمه الله: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا. يعني يقول إن هذه الطرق المذكورة قد نصبتها، أي بينتها ووضحتها وجعلتها آثارا يستدل بها على مذاهب أولئك الرواة، فأتعب نفسك أيها الطالب
وجد واجتهد في تحصيل نصيبك من العلم ليصير أصلا لك تنسب إليه إذا انتسب الناس لآبائهم وقبائلهم، واجعل نيتك خالصة لله تبارك وتعالى في تحصيل العلم. كلمنا في البداية يعني بعض آداب طلب العلم، لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص، لابد من الصدق. قال رحمه الله: وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. هنا بقى هيبدأ يتكلم في ايه، يقول اني سأجتهد وأسعى في نظم تلك القراءات لعل رموز القراءة الدالة عليهم او على قراءات مختلفة او كليهما ينقاد لي وأوفق في جمعها في هذه القصيدة حال كونها سهلة ميسرة. هيجعل للمنظومة المباركة ديت رموز، هذه الرموز بها تفك ايه الغاز الشاطبي. انت عايز تعرف قراءة معينة مثلا، ومالك يوم الدين رويه ناصر، ومالك يوم الدين رويه ناصر، انت عايز تعرف من اللي قرأ مالكي ومن اللي قرأ مالكي، من اللي قرأ بالإثبات ومن اللي قرأ بالحذف، يبقى رويه ناصر. رويه يبقى هنا رمز الراء ترمز لقارئ معين، اللي هو مين يا جماعة؟ الراء ترمز لمين؟ الراء ترمز لمين؟ الكسائي، هيجي لنا ان شاء الله بعد كده. طب ناصر النون ترمز لمين؟ الامام عاصم ان شاء الله. يبقى عندنا، هيبقى عندنا الكسائي وعاصم، الاثنين دول بيقولوا ايه؟ مالك يوم الدين. يبقى كم يبقى من القراء السبعة من طريق الشاطبية؟ كم يبقى، كم واحد كده باقيين معانا؟ ومالك يوم الدين رويه ناصر. جميل، يبقى كده باقي خمس، ومالك يوم الدين رويه ناصر. يبقى الجماعة الباقيين هيقرأوا هيقولوا ايه؟ مالك يوم الدين. تمام، هي دي بقى ايه الرموز ان شاء الله اللي لابد ان تحفظ وتعرف تماما، ان شاء الله تكون حافظها زي اسمك كده بالضبط ان شاء الله. ومالك يوم الدين رويه ناصر. هذا على سبيل المثال. وعند صراط والصراط لقنبلة، بحيث أتى والصاد زايا أشماه لدى خالف وشمم لخلاد الأولى. كل دي إن شاء الله الألغاز والرموز اللي في الشاطبية دي تعرف إن شاء الله وتحفظ، واللي هيكون معانا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أرى أن الوقت انتهى، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد رب العالمين. هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.